التدخين، الدخان، الدخان على فكره اسمه الدخان، هو الدخان في المستوى الجسمي هو ايه؟ وايه؟ دخان مش وايه دخان. فالدخان والحشيش من المحرمات طبعا يزداد الامر قبحا اذا كان يتجاسر على تعاطي هذه السموم بالدين ويترك اهله بلا رعايه. اولى الناس بنصحه والصبر عليه وتالف قلبه على طاعه ربه رفيقا بدربه وشريك الاحباب، فتسلك جميع السبل التي يمكن ان تحمله على تقبل النصيحه والانتفاع به. لا تتعالم عليه ولا تستعمل عليه ولا كذا، يعني تستكين عند باب المصلحه، وقد توسل تبتغي اليه الوسيله من خلال بعض الصلحات والشبهات والمنهات وكذا وكذا. ان اعيتها الحيله واعجزتها الوسيله وتضرأت من المقام معه والصبر عليه كان لها ان تطلب التفريق بينها وبينه بالضرر، وتحتفظ مع هذا التفريق في جميع حقوق الدنيا. وينبغي ان يسبق ذلك تحكيم شرعي حتى تعذر اليه وتضعه امام مسؤوليته الشرعيه والاخلاقيه. لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يرجعون. هذا التحكيم الذي اشار الله اليه في قوله تعالى: وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين.